هذه المعلومات التي يجمعونها، ما الذي بعد ذلك؟ ما هو الإجراء الذي يعقب جمع هذه المعلومات إذا تم اكتشاف أن أحدهم يتعلم مثلا القرآن الكريم، يتعلم العلوم الشرعية، له توجه مختلف عن هذا التوجه، توجه الدولة السابق مثلا قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات، عندما يعرف أن طالب يتعلم أو يمارس شعائر دينية، كان أولياء الأمور أو والد الطفل هذا كان يغرم، يتعرض للغرامة مالية مثلا في أول الأمر، ومن ثم إذا تكرر هذا الأمر ممكن قد يسجن. ولكن في السنوات الأخيرة طبعا، إذا كان الطفل حتى ولو كان صغيرا أنه يمارس شعائر دينية، يفصل عن أسرته ويؤخذ إلى مدارس حكومية وإلى سكن طلابي، يعيش مع الطلاب ويربون على الإلحاد وعلى التقاليد الصينية واللغة الصينية، ما يسمى فصل الآباء عن الأبناء. يعني هذا ما يحدث في السنوات الأخيرة، ولذلك هذه اللجان طبعا عملها خطير جدا، لأنهم منتشرون في كل الأماكن، يعني في أي محل، في حي، في شارع، يكون هناك نقطة مثلا أو مكتب لهذه اللجان التطوعية للحزب الشيوعي. وفي حقيقة الأمر يعني ليس لجان تطوعية، وإنما لجان فيها أعضاء يعني يعملون لصالح الحكومة ضد الشعب التركستاني ويراقبون الشعب.